سألت نفسك قبل كده احنا بنتعلم ايه في الكليات؟ طب المدارس من وانا قد كده وانا بروح المدرسة، رايح المدرسة جاي من المدرسة، رايح المدرسة جاي من المدرسة، علموني ايه في المدرسة؟ انا مش فاكر حاجة، انا مش فاكر انا اتعلمت ايه لغاية دلوقتي، والمواد اللي كانوا بيدرسوها لي دي كانوا بيدرسوها لي ليه؟ يعني أنا ليه درست التل والهضبة؟ ليه درست الأجواء عند خط الاستواء؟ ليه درست خط الاستواء عند أنه خط طول وأنه خط عرض؟ ليه حفظت تاريخ الخديوي إسماعيل؟ اللي عايز يقرأ الحاجات دي يتعلمها لوحده، مش عيب إن أنت تبقى عارف التاريخ وتتعلم منه وتعرف الشخصيات دي كلها. إنما الغريب إن ده كان بيتفرض علينا فرضا. طيب الماثيماتكس مثلا، أنا واحد كنت بكرهها كره شنيع لدرجة إن كانت بتسبب لي ضغط نفسي غير عادي إن أنا أقعد أذاكر الماثيماتكس أو الرياضة أو الرياضيات، يعني أجبروني عليها وأنا مش حابب، بجيب فيها درجات زي زفت، مش حابب، مش بفهم. أنا مش بفهم يعني إيه تقول لي إكس، أصل إكس ده مجهول، ولما هو مجهول أنا اللي هعرفه؟ يعني هو مجهول فأنت عايزني أعرف المجهول؟ ساحر، أنا بسحر؟ محدش فاهم حاجة. طيب طلعت من الأوائل في المدرسة، كنت شاطر جدا بغض النظر عن الماثيماتكس يعني، وكنت بجيب فيها برضو الى حد ما درجات مقبوله بالنسبه لان انا فاشل فيها جدا. حلو، بالمدرسه طول عمري في المدرسه ما بعملش اي حاجه ولا اتعلمت اي حاجه غير في المدرسه. حلو، ولا مهارات ولا ازاي اطبخ ولا ازاي ارتب البيت ولا ازاي ادفع فاتورة الكهرباء مثلا ولا ازاي اطفي نار ولاد ولا ازاي سباكة حصل فيها مشكلة وعايز اصلح حنفية بتخر مية، ما اتعلمتش الحاجات دي خالص لان انا كنت حرفيا 16 ساعة يا في المدرسة يا بذاكر وبعمل الواجب بعد المدرسة. طلعت من المدرسة رحت على الكلية، طبعا انت هتتجنن ولا ايه؟ انت لازم تروح الكلية، وانت هتشتغل ايه لما تخلص؟ هتشتغل ايه لما تخلص؟ كويس، دخلت الكلية تمام، اتعلمت حاجات قد تبدو في ظاهرها مفيدة زي المحاسبة، الإدارة مفيدة دي حقيقة، المحاسبة إلى حد ما مفيدة، هو علم اجتماعي مش بيزد على أي فاكتس ولا حقائق نهائي، هو علم اجتماعي تم التعارف عليه بين البشر، ممكن نختلف فيه عادي جدا، عادي ممكن نختلف، أنا ممكن أختلف، ممكن أقول لا والله أنا موضوع الديبريشيشن ده مش جاي معايا، الإهلاك ده يعني في النهاية أنا صرفت الفلوس، ده للناس اللي فاهمه في النهايه انا صرفت الفلوس، هتقول لي اصل انت حولتها من صورة بولشيت، ما علينا يعني. خلصت الكليه، في حاجه وحيده ما علموهاليش في الكليه، علموني كل حاجه بس في حاجه وحيده ما علموهاليش، ان انا عشان اعيش لازم يبقى معايا شويه ورق ملون كده، ورق ملون خلاص بيسموه الفلوس، هم اللي بيسموه، انا ما اعرفش حاجه، انا جيت لقيت الدنيا ماشيه كده فانا مشيت زي ما هم قالوا لي. حلو، طب الفلوس دي انت في الجامعه علمتني ازاي احصل عليها، how to acquire the fucking money زي ما الاجانب بيقولوا، وانا مش بتفخر يعني ان انا ايه نطقت لي كلمه انجليزي في النص، بالعكس انا مش بحب كده اصلا بس هي جت كده، معلمتنيش ده، انت معلمتنيش ده حضرتك، ف
لما خلصت قلت لي يلا بقى، عايز تعيش؟ اه انا عايز اعيش، عايز يبقى عندي بيت، عايز يبقى عندي عربية، صح؟ طبيعي، بدل ما اتبهدل في المواصلات عايز يبقى عندي عربية، عايز يبقى عندي بيت بدل ما انا عايش وسط اهلي، لان اي حد عايز ينفصل، لا الحيوانات بتنفصل عن اهاليها، وانا مش باخد هنا الحيوانات كرفرنس برجع له او كمرجع برجع له، لان مش كل تصرفات الحيوانات مرجعية للبشر، احنا ارقى منهم بكتير، ولكن في النهاية بينفصلوا، ويبدو ان ده شيء مشترك ما بيننا وما بينهم، احنا كمان عايزين ننفصل علشان نعيش حياتنا بالشكل اللي احنا عايزينه، مش بالشكل اللي اهالينا عايزينه، مع طبعا كامل الاحترام والتقدير ليهم. فمحدش قال لي اعمل ده ازاي، وبالتالي كانت مأساة، لان انا اكتشفت الحقيقة ان كل اللي انا اتعلمته في الجامعة ده مجرد حاجات نظري فيها حاجات مهمة، لكن مش دي اللي بتجيب لي الفلوس. و اتصدمت في الحقيقة الأسوأ من كده. ما انت بتشغل دماغك، هم بيفترضوا انك غبي. يعني هم مين دول بقى؟ ده موضوع كبير. لكن هم بيفترضوا ان انت ما بتفهمش، او لان انت اصغر منهم فانت الاي كيو بتاعك مش قد كده. ايه اللي اكتشفته؟ اللي اكتشفته انه الناس الاغنياء اغلبها مش متعلمه، مش متعلمه بالجامعه، مش متعلمه باللي هم بيفرضوه عليك تعريف العلم او تعريف المعرفه، خليني اكون اكثر دقه، تعريف المعرفه. الناس دي عندها معرفه بتخليها تجيب فلوس. الراجل المقاول عنده معرفه، خلاص الراجل عنده مصنع عنده معرفة، ولو ما بيفهمش في الإدارة اللي هم جابوا لنا بروفيسور يعلمها لنا في الجامعة، وكان الغريب إن البروفيسور بياخد راتب من الجامعة، لو أنت عبقري إدارة ليه ما عندكش البروجكت الخاص بيك؟ ليه ما عندكش شركة؟ ليه مش غني؟ ما دام أنت جاي تعلمني ازاي ادير شركة، ده معناها ان انت اكتر واحد بتفهم في ده، في حين ان انت ممكن تكون شغال عند صاحب شركة مش متعلم وهو اللي بيقبضك. يبقى الراجل صاحب الشركة ده اكيد بيفهم، مش بالورقة اللي معاك اللي بيسموها الشهادة، بس اكيد الراجل ده بيفهم 100% بيفهم. فالمعلومة النهائية بعد الحكاية دي إن المدارس والجامعات ما هي إلا وسيلة للسيطرة على الجموع من عامة الناس. مش بقول إن المدارس والجامعات مش مهمة، فيها جزء كبير مهم، بس الجزء ده معمول عشان يدخلك ضمن الترس، هم عايزينك تبقى ضمن الترس، ما تاخدش سكتك بنفسك، انت لازم تبقى ماشي في الاطار اللي احنا حاطينه، والا تبوظ لنا السيستم، والسيستم ما ينفعش يبوظ. طيب نيجي بقى، لان انت ما عندكش اوبشن غير ان انت تشتغل. طب هشتغل فين؟ يقول لك هتشتغل في شركة، تشتغل في اورجنايزيشن، والاورجنايزيشن دي هتديك مرتب، لان انت انسان متعلم معاك بكالوريوس، راجل محترم. والمرتب ده محسوب على اساس ايه؟ على اساس العلم بتاعي اللي انا درسته في الجامعة؟ لا، على اساس العرض والطلب. اصل انت في منك كتير، لكن الشركات مفيش منها كتير، وبالتالي هتاخد مرتب اول ما تمسكه هتبقى مبسوط، لان انت مغفل. خلينا نتفق ان انت مغفل، ما تزعلش مني او ازعل، انا بقول لك الحقيقه، انت مغفل. هتاخد المرتب تبقى مبسوط جدا وفرحان، تبدا تصرف منه، وبعدين تكتشف
ان المرتب ده محسوب بدقة انت مش متخيل مدى دقتها، لانه معمول عشان يدوب يكفي مصاريف ايدك، يدوب يكفي انك تلاقي تجيب فطار وتركب مواصلات في الاطار اللي هم سامحين لك بيه، تروح الشغل ويخلص اخر الشهر عشان تشتغل زي العبد عشان تاخد المرتب اللي بعده. طيب نيجي بقى للحقيقة المرة، الحقيقة المرة اللي انا اكتشفتها وانا عندي مثلا 24 سنة، ان الاقتصاد والفلوس عبارة عن تورتاية، تورتاية حلوة كده وعليها كريزة من فوق. التورتاية دي اتوزعت يا بيه قبل ما انا وانت نيجي. طبعا انا كلامي للشباب، انا الجيل الكبير ده ما يهمنيش. التورتاية اتوزعت وكله اخد حتته. طب انت حتتك هتاخدها منين؟ انت ملكش. فلو في حد فهمك ان انت لازم تشتغل كتير عشان تجيب فلوس، تأكد ان هو ده المستفيد الاول من شغلك زي العبد 16 ساعة في اليوم، لانك مهما اشتغلت الفلوس ما بتتكسرش، الفلوس موجودة ولازم تساوي اجمالي قيمة البضاعة اللي موجودة في السوق، وإلا يحصل تضخم وانهيار اقتصادي. فلو انت محتاج فرضا يعني 1,000,000 جنيه عشان تجيب شقة وعربية، وده تبقى مغفل لو انت مفكر يعني الرقم ده رقم قليل جدا على الحقيقة اللي احنا عايشينها دلوقتي. قول انت عايز حاليا وانا بسجل الفيديو ده عايز 5,000,000 جنيه عشان تبدأ حياتك. انا بتكلم اللي عايز يبدأ حياة نظيفة، حياة نظيفة يعني انت ساكن في بيت محترم بيضمن خصوصيتك، مش في العلب اللي بيسكنوا الناس ساكنة فوق بعض، الناس ساكنة فوق بعض، الحيوانات بيبقى ليها التريتوري بتاعها، الأرض بتاعتها اللي محدش يتخطاها. لكن انت يا بيه ساكن في علبة في عمارة كله رايح جاي عليك، انت بتسمع جارك وهو هئ، انت فاهم. فبالتالي مش ده البيت، البيت اللي انت حدوده ملكك، اللي انت تسمح مين يدخل فيه ومين ما يدخلش، لكن مش البيت اللي انت تبقى عايش فيه وسامع مرات جارك وهي بتطبخ وسامعها وهي عمالة تسيب الدين لعيالها، مش ده البيت عشان تبقى فاهم. مش عاجبك الكلام ده اولع يعني مش مهم، انا بقول لك حقايق، انا بقول لك فاكتس. طيب الفلوس دي لما توزعت بقى عشان انت تعمل 5,000,000 جنيه دي لازم تاخدها من حد تاني، وهتكون مفكر ان الفلوس بتتكاثر، الفلوس مش زي البشر ما بتمارسش الجنس فتتكاثر، فلوس موجودة ومحسوبة بعناية. طب عشان انت تاخد 5,000,000 جنيه بتاعتك دي لازم تاخدها من حد تاني، طب مين هيديها لك؟ مين هيديها لك؟ لو اشتغلت زي العبد مش هتجيبه. فانت قدامك سكة من اتنين. السكة الاولى ان انت تاخد مكان حد تاني، بمعنى نضرب مثال بممثل بيجي كده كل فترة تلاقي ممثل كبير قوي 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 وعمل له 20 حلوين وبعدين اختفى. اختفى ليه؟ جه حد اخد مكانه، اللي اخد مكانه ده اللي هياخد التورتايه الجديد او الحته من التورتايه. فانت لازم تعمل كده لو انت ليك في السكه دي، تاخد مكان حد. وعشان تعمل كده تاكد انك لازم تهين نفسك، هتتهان بس هتعمل قرشين. ولا انا امثله كتير من غير ذكر اسمه. الحل التاني ان انت تاخد حتت صغيرة
من ناس كتير، فهم ما يحسوش بس انت تحس. وعشان تعمل كده لازم تبقى ذكي فشخ وفاهم كويس انت بتعمل ايه، وده صعب. طبعا انا قلت هم حاجتين، بس في حاجة تالتة، ان انت تحاول بشكل ما تنضم لفئة لعيبة الكورة والمغنيين والحاجات دي. الحاجات دي بتاكل عيش على قفا الناس. ليه؟ هو المسلسل والممثل والمنتج بيكسب من بيكسب منك يا مغفل، يا اللي بتروح تفتح المسلسل تتفرج عليه. فانت بتتفرج على المسلسل وهو بيقبض، بيقبض ازاي؟ الفلوس دايرة ما بينهم ازاي؟ اعلانات، منتج بيصرف، خلاص القناة بتاخد اعلانات، المنتج بيكسب من عائدات بيع المسلسل او الفيلم او ايا كان، والقناة بتكسب من اعلانات عرض الفيلم اللي بتدفع لها الشركة المعلنة اللي بتعلن عشان سيادتك بتشتري منتجها الفاشل. فهم بياكلوا عيش على قفا مين؟ على قفا المواطن العادي. لو دخلت في السايكل دي ممكن تعمل فلوس معاهم. هنفترض بقى ان انت قلت لا انا ماليش في السكه دي خالص، انا هروح ابني بيت خشب في الصحراء. حد لو عندي حاجه ادينا وسبت الدنيا والعالم والناس وهروح ابني بيت في الصحراء، هيسيبوك؟ ده تاكيدا على اللي انا بقوله لك، مش هيسيبوك. ليه؟ اصل الصحراء دي ملك الدوله، عشان تبني بيت في الصحراء لازم تشتري الصحراء، تشتري الأرض، والأرض ملك الدولة أو ملك حد، فأنت لازم تدفع له الفلوس الملونة عشان تشتري الأرض. حد علمك؟ هفترض إن أنت زي خيبتي كده محاسب أو خريج كلية تجارة يعني، حد قالك إن المحاسبة دي في ظاهرها بلا أي قيمة؟ لو صحيت من النوم انت بكرة الصبح لقيت مجال المحاسبة ده اختفى، انت بتعرف تعمل ايه؟ حد قالك ان الفلاح اهم منك بكتير؟ على الاقل بيعرف يزرع اكل، لو جاع هياكل من ارضه. حد قالك ان المهندس الى حد ما اهم، او بيعرف يبني حاجة؟ حد قالك ان النجار اهم بكتير منك، بيعرف يبني بيت خشب يعني، يعرف يبني كوخ يقعد فيه، انت متعرفش. حد قالك ان السباك اهم منك؟ طبعا، انت لو ماسوره ضربت ولا البيت غير هتحتاس، هروح تروح تتصل بحد يلحقك، انت مش هتعرف تعمل حاجه بنفسك. وقيس على ده كتير، محاسب، مهندس الديكور، فرحان بنا مهندس ديكور يعني، اوكي. ولو الحضاره حضرتك اللي انت والبيوت الجميله الديكوريتد اللي انت بتعملها دي بشكل ما اختفت، لقيت المجال ده اختفى، الروبوتات اخدت المجال وبقت هي اللي بتعمل الديزاينات دي، انت تقعد تغني ظلموه، لان مفيش مهارات، مفيش سكيلز، الجامعات والمدارس ما بتعلمكش سكيلز، هاو تو سرفايف، ازاي تقعد في مكان لوحدك وتعيش، تاكل وتشرب، ممكن تزرع، ازاي تقطع خشب. حد بيعلمك الحاجات دي؟ حدش بيعلمك الحاجات دي. ليه؟ عشان هم عايزينك كده، انت كده حلو وبتضمن بقاء المنظومة، ودي حاجة عالمية مش محلية، دي حاجة عالمية للسيطرة على الجموع. واللي عايز يفهم في ده اكتر يقرأ كتاب سيكولوجية الجماهير لجوستاف لوبون، كتاب هيغير فكرتك عن العالم. طبعا الافكار اللي انا بقولها دي انا مكتشفها او واصل لها لوحدي، بس لما افاجأ ان الكلام ده في ناس قبلي كتير اتكلموا فيه، فانا اتأكد ان انا وصلت له كان مظبوط. بس كفاية كده.